عمل تحديث وتعديل للبيانات الموجودة في الجدول. طبيعيا تستطيع انه تعدل البيانات عن طريق تنقر كليكين من على الجدول، يعني من خلال السيكوال، وتتجه الى edit top، وبعد ذلك تقوم بتعديل البيانات. فمن خلال هذه الواجهة يسمح لك بتعديل البيانات. اما احنا اللي يهمنا طبيعيا فهو انه نعمل كويري معين حتى يسمح لنا بعملية التعديل. كل عملية تعديل طبعا لابد انه تكون ضمن شرط معين، بمعنى انه راح نستخدم ال where. يعني إضافة إلى ذلك الكلمة اللي هي المحجوزة أيضا لـ update، يعني احنا تعرفنا على select والـ insert، الآن عندنا الـ update، فراح نقول هنا update هذه الكلمة، بعد ذلك الاسم هذا الجدول اللي هو tb1، بعد ذلك أيضا الكلمة الأخرى اللي هي set بهذا الشكل. بعد ذلك عندك الـ update الكولوم اللي أنت تريد تعمل له update، القيمة اللي تسندها إلى هذا الكولوم. فعلى سبيل المثال أنا أعمل update على الـ name، يعني هذا النيم أريده يعني يكون مثلا يكون زيد بهذا الشكل، نيم زيد. وير أيضا لابد أنه تحتاج وير حتى يعني يحدث لك على ريكورد معين أو ضمن شرط معين. فإحنا لما يكون عندنا الـ ID equal to مثلا إلى 6 equal to 6، فراح يعدل لنا في النيم ويضع مكانه زيد بهذا الشكل. فنعمل execute، فالآن راح يعطيك نتيجة بأنه يعني العملية تمت بنجاح. حتى نتأكد من هذه العملية خلينا نعمل select على هذا الريكورد اللي احنا عدلناه توا، فراح نقول هنا أنا سي select L from TB1 where ID equal to 6 اللي هو احنا يعني جرينا عليه عملية التعديل. حتى نثبت طبعا فقط هذا اللاين سطر البرمجي وهذه الكويري، فنحدده بهذا الشكل، وبعد ذلك نتجه الى اكزيكيوت. فالان راح ينفذ لنا هذا الكويري ويجلب لنا في الريزلت اللي هو عندما يكون يعني 6 عمل يعني النيم كان زيد، اذا عمليه التعديل او الابديت تمت بنجاح. طبعا حتى يعني تكون عندك مجموعه من الكولومات بهذا الشكل، انه يعني الفارز يكون بين كولوم وكولوم، راح تعطي فارز على سبيل المثال لو كان عندك ادريس، ادريس راح يكون كذا بهذا الشكل.